نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يدعو جميع الناس إلى التحلي بالوداعة. وفد بطريركية القدس يزور البطريرك المسكوني في القسطنطينية قبيل لقاء عمان. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد دخول السيد إلى الهيكل. البطريرك فؤاد طوال يرعى لقاء اتحاد الرهبانيات في الأردن. وفيها أيضاً سفير دولة البوسنة والهرسك في زيارة محبة لمطرانية الروم الأرثوذكس في عمان. أهلاً بكم. كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة القادمين من الشرق الأوسط، داعين الجميع أن يتحلوا بالوداعة، مبيناً أن الإنسان الوديع هو الإنسان الهادئ والطيب الذي يحسن معاملة الناس ولا يخاصم أحداً، وهذه الصفات تجعله محبوباً من جميع الناس لأن يعيش معهم في سلام وهدوء. وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثاً وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في إطار تعاليمه حول التطويبات التي يرويها إنجيل القديس متى، توقف قداسة البابا اليوم عند التطويبة الثالثة: طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، موضحاً أن الوديع هو الإنسان اللطيف والطيب والبعيد عن العنف، وقال إن الوداعة أو نقيضها تظهر في لحظات الصراع من خلال كيفية التعامل مع موقف معاد. الوديع هو شخص ورث ميراثاً ولا يريد أن يبدده، هو تلميذ المسيح الذي تعلم كيف يدافع عن أرض وممتلكات من نوع آخر وعن سلامه وعن علاقته بالله وعطاياه، محافظاً على الرحمة والإخاء والثقة والرجاء. ودعانا قداسته أن نبتعد عن خطيئة الغضب لأنها تجعلنا ندمر كل شيء حتى العلاقات مع الآخرين. بدلاً من ذلك دعانا قداسته أن نتحلى بالوداعة لأنها قادرة على كسب القلوب وإنقاذ الصدقات. واختتم قداسة البابا تعليمه قائلاً: لا توجد أرض أكثر جمالاً من قلب الآخر، ولا توجد أرض أكثر جمالاً يمكن كسبها من استعادة السلام مع أخ لنا. هذه الأرض التي علينا أن نرثها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. L'uomo mite è l'uomo calmo, gentile, semplice, obbediente e pacifico, che tratta bene la gente e non litiga con nessuno. Tali tratti lo rendono amabile da tutte le persone, perché vive con loro in pace e tranquillità. Quindi, oltre al regno di Dio, eredita anche la terra. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية
وخاصة القادمين من الشرق الأوسط. إن الإنسان الوديع هو الإنسان الهادئ والطيب والبسيط والمطيع والمسالم، يحسن معاملة الناس ولا يخاصم أحداً. هذه الصفات تجعله محبوباً من جميع الناس، لأنه يعيش معهم في سلام وهدوء. وبالتالي إضافة إلى ملكوت الله، إنه يرث الأرض أيضاً. ليبارككم الرب. بمناسبة عيد تقديمة يسوع إلى الهيكل، أقام اتحاد الرهبانيات في الأردن لقائه الثالث في كلية تيرا سانتا بعمان تحت عنوان الراهبة المكرسة سفيرة السلام ورسولة المحبة أينما كانت، حيث أقيم قداس إلهي ترأسه غبطة البطريرك فؤاد طوال، وبحضور عدد كبير من الأخوات الراهبات. المزيد عن هذا الاحتفال في التقرير التالي. في قداس احتفالي بهيج احتضنت كنيسة القديس فرانسيس الأسيزي في كلية تيرا سانتا بجبل الويبد بعمان اللقاء الثالث لاتحاد الرهبانيات في الأردن، والذي ضم 90 راهبة من مختلف الكنائس في المملكة، حيث حضر اللقاء غبطة البطريرك فؤاد طوال وعدد من الآباء الكهنة من مختلف الكنائس وممثلون عن جمعية الكاريتاس الأردنية وجمعية دار الكتاب المقدس وهيئة الاتجار بالبشر. وقد سبق القداس الإلهي الذي ترأسه الأب رشيد مستريح لقاء الاتحاد في دورته الأولى لهذا العام، والذي ابتدأ بصلاة الفرض الصباحي، ثم رحبت رئيسة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين بالراهبات والحاضرين. وألقى قدس الأب رشيد مستريح محاضرة بعنوان أيها المكرس، إذا كان الله يقود سفينة حياتك كن على ثقة بأنها لن تغرق أبداً، متطرقاً لأهمية العمل بمحبة وخدمة في حياة المكرس لله، وأهمية تقديم الذات للرب في عيد المكرسين. إذن قداسة البابا فرانسيس لخص بشكل كتير حلو جوهر الحياة المكرسة. المكرس ينظر إلى الماضي ويقرأ هناك عمل الله تعالى في حياته، وبعدين يعيش الحاضر في ملء في ملئه، وينظر إلى المستقبل تحت قيادة الروح القدس لحتى يعرف ما هو المطلوب في هذا المستقبل؟ ما هو الدور الذي يجب عليه أن يعمل فيه؟ وكيف يجب أن يكون خادم صالح؟ لأنه الكنيسة تتوقع، اللي هي صوت الله تعالى وتعليم الإنجيل أيضاً، أن يقوم هذا المكرس في أمور عظيمة. وينشد أيضاً مع مريم أن الله صنع بي أموراً عظيمة بي، ولكن أيضاً في الآخرين. فأصبحت الحياة المكرسة يعيشها المكرس، نعم أيضاً من أجل ذاته، ولكن ليس فقط. حتى الرهبات المكرسات الحبيسات هم بيعيشوا أيضاً من أجل العالم في طريقة خاصة، في الصلاة المتواصلة. إذن بيعيشوا من أجل العالم. إذن الحياة المكرسة ليست من أجلي فقط، يعني لا يمكن أن أبني بيت أو قصر وأعيش فيه، وهون أقصد ليس الأمر المادي، وإنما ممكن يكون طبع، سلوك، عقلية، علاقات كذا وأن أعيش فيه. يجب أن يكون دائما تحت قيادة الروح القدس، كي نقرأ دائماً علامات الأزمنة ونعيش ونخدم من أجل شعب الله الذي يسير في طريق الخلاص. ثم ألقت المحامية الدكتورة عبير دبابنة محاضرة بعنوان الحماية القانونية للمرأة من التعنيف والاغتصاب والإتجار بها، شارحة فيها دور وحقوق المرأة في القانون المدني. الحقيقة المدارس الفلسفية اللي العالمية اللي حاولت إنها تجاوب على هذا السؤال نهجت مناهج مختلفة، وبكل بساطة وبشكل سريع
يعني تفاوتت هذه المدارس من إشي اسمه النسوية الليبرالية اللي هي تنظر للقانون ووجود التمييز في القانون الوضعي البشري كأحد أهم أسباب هذه الدنيا والاستضعاف الذي تعاني المرأة، لمدارس أخرى نهجت نهجاً اقتصادياً زي المدرسة بسموها النسوية الماركسية أو النسوية الاشتراكية الماركسيست فيمينيزم السوشالست فيمينيزم، واللي هدول المدارس تعرضوا أكثر وبالذات الماركسية النسوية لإشكالية الرأسمالية في العالم وكيف أن هذا النظام الاقتصادي طاحن ومتوحش بطريقة. في النسوية الاقتصادية يعتقدون بأنه هذا النظام الطاحن اللي ما بقدر أوقف لأنه بجوع إذا وقفت عنه، الرجل هو عبد هذا النظام الاقتصادي والمرأة هي عبدة هذا العبد، كله بخدم هالعجل اللي بدها تضلها تلف وبروفيت ميكينج، يعني هي بالآخر مش مهم مين أنت على خط الإنتاج، مهم في إنتاج، مش مهم شو الظروف، مش مهم شو عم بيصير. هاي واحدة أيضا من المدارس. المدرسة اللي رح أتوقف عندها مطولا، طبعا ما رح أحكي بالنسبة الاشتراكية تجمع بين الاقتصادي والبيولوجي، مدرسة اسمها النسوية أنا بسميها الدينية، لكن اللي معروفة في القراءات مدرسة ظهرت في العالم اسمها النسوية الإسلامية. أنا سميتها الدينية لأنه من قراءاتي ويعني وجودي في الميدان وبحكي كأكاديمية الآن، هي دينية لأنه اليوم ما بطلع على مجتمعاتنا يتقاسم المسيحيون والمسلمون الثقافة ويتشاركون الثقافة to the max بأقصى الحدود. فمثلاً وعم بحكي عن خارج إطار الرهبنة، بحكي عن حياتنا إحنا اليومية. فمثلاً للأسف لما بنطلع على ما يسمى بجرائم العنف اللي ترتكب ضد النساء أو ما يسمى مثلاً بجرائم الشرف أو إحنا نسميها جرائم العار الحقيقة، ترتكب من الطرفين. ويعتقد الكثيرين في العالم أنه يعني ترتكب هذه الجرائم لأسباب ترتبط بالدين، والحقيقة هذا غير صحيح. واجبنا جميعاً وبالذات بتحدث عن المؤسسات الدينية يمكن أن تفتح الكتاب والمواضيع للنقاش، لأنه في مس أندرستاندينج كبير حول قضية المرأة في العالم. هاي النسوية بدي أسميها نسوية دينية للأسباب اللي ذكرتها سابقاً، والسبب الرئيسي هو الثقافة والتشارك فيها. الحقيقة تدعو لشيء هام، نريد أن نحرر المرأة من خلال الشريعة وليس منها، من خلال شرائعنا السماوية وليس منها. لماذا؟ لأن هذه الشرائع كرمت الإنسان لإنسانيته واعترفت بحقوقه الأصيل المرتبطة بإنسانيته بغض النظر عن جنسه، يعني ما نظرت للإنسان ذكر وأنثى، نظرت له إنسان وأكدت الحقوق المرتبطة به ذكرا كان أو أنثى. وبعد الاستراحة تم الاحتفال بالذبيحة الإلهية ورفع الطلبات والصلوات والتقادم على أنغام موسيقى وتراتيل أحيتها راهبات الوردية من شميساني وإربد والمصدار، مما أضاف جوا خشوعيا ملائكيا على أصوات أخواتنا الراهبات. وفي بداية القداس ألقت رئيسة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين كلمة رحبت فيها بالحضور والضيوف المشاركين وشكرت الجميع وقدمت التهنئة لسفراء السلام والبعثة البابوية في الأردن والداعمين للاتحاد ولمكتب نورسات بصورة خاصة ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان على الدعم الموصول لأنشطة الاتحاد وبرامجه. اليوم إحنا عنا عيد المكرسين، عيد تقدمة يسوع الطفل للهيكل، يعني عيد الرهبات كلنا، عيد كل راهبة نذرت حياتها لربنا،
بنفس الوقت بهذا اليوم احنا جمعنا عدد مناسبات. مناسبة عندنا الرهبة سستر ليليا النمرة من رهبانة الوردية، هي سفيرة السلام ورسولة المحبة، كمان السيد وائل سليمان من مسؤول كاريتاس الأردن هو كمان سفير السلام ورسول المحبة. بهذه المناسبة أنا بحب أنه أبارك وأهنئ رهبانة الوردية ممثلة بالأخت مشلين معلوف بالأردن المنتدبة الإقليمية، بهنئ جمعية الكاريتاس الأردنية بالسيد وائل سليمان سفير السلام، كمان بحب أبارك لرهبتنا سيسر ميلينا من رهبات السليزيان يبيلها 50 سنة رهبة في خدمة الرب، بحب أهنئها وأباركها أبارك إلها باسم اتحاد الرهبانيات في الأردن. وبنفس الوقت بحب أني أستغل هاي المناسبة أني أشكر جمعية الكاريتاس الأردنية، بحب أشكر جمعية الكتاب المقدس ممثلة بالسيد ويليام بالسيد منذر النعمات، بحب أشكر نورسات دكتورة باسمة سمعان اللي هي دائما الداعم الأول للاتحاد الرهبانيات، بحب أشكرها وأشكر موظفيها، بحب أشكر أبونا رشيد اللي فتح لنا ديره اليوم استقبلنا بعيد الحب بعيد المحبة بقلب يسوع الأقدس، بحب أشكر كل إنسان تعب وحضر. واسمحوا لي أني أشكر بنوع خاص وأذكر رهبات الوردية شميساني برهبات الأربع اللي ساعدونا ووقفوا مع الاتحاد، ورهبات المصدر ورهبات مرج الحمام الأربعة تعبوا معانا تعبوا مع الاتحاد ووقفوا معانا لإنجاح هذا اليوم. بحب أشكر كل واحد فيكم وكل سنة أنتم سالمين، وبطلب من رب الحصاد أنه يرسل عملة لحصاده. وأثناء الذبيحة الإلهية وقبل التناول المقدس جددت أخواتنا الراهبات النذور المقدسة كعائلة واحدة أمام القربان الأقدس والحاضرين، وبعد ذلك توجه الجميع إلى قاعة القديس أنطونيوس لتناول وجبة المحبة في احتفال عائلي أحياه الفنانان سائد حتر وعصام سماوي. ثم قدم الاتحاد لكل راهبة هدية تذكارية رمزية، كما تم في الختام عرض فيلم قصير أعدته رئيسة الاتحاد على أنغامي جئنا نغني للسلام. بتكليف من غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، قام وفد رفيع المستوى يمثل بطريركية القدس بزيارة غبطة البطريرك المسكون في القسطنطينية برثلناوس، وذلك للتباحث حول اللقاء الأخوي المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمان خلال الأيام القادمة، بمشاركة الغالبية العظمى من بطاركة ورؤساء الكنائس الأرثوذكسية في العالم لمناقشة الوحدة الأرثوذكسية العالمية وتعزيز الحوار والمصالحة بين الكنائس الأرثوذكسية. وأكد الوفد لغبطة البطريرك المسكوني أن اللقاء الأخوي في عمان لا يشكل مجمعاً مسكونياً عالمياً فقط، بل لقاءاً عائلياً يهدف إلى الحوار بين الأخوة بطاركة الكنائس الأرثوذكسية. ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي، وذلك في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بالصوفية بعمان، بمشاركة عدد من الأباء الكهنة وجوقة الرعية وحضور جموع من المؤمنين. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بمناسبة عيد دخول السيد إلى الهيكل، ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصويفية بالعاصمة عمان. شارك سيادته في الصلاة قدس الأرشمندريت ميلاتيوس بصل رئيس دير القديسين وكيم وحنة في القدس، مع لفيف من الآباء الكهنة رعاة الكنيسة. Amen.
حضر القداس طلبة من المدرسة الوطنية الأرثوذكسية أشمساني مع جموع من المؤمنين بمشاركة جوقة الرعية بالترتيل. وفي عظة سيادته تأمل بلقاء العهد القديم بالعهد الجديد، ولقاء الإنسان القديم بالإنسان الجديد، لقاء الشريعة والناموس بالنعمة، وختم عظته بتهنئة أبناء الرعية بهذه المناسبة، وتمنى للجميع كل الصحة والخير والبركة والتوفيق. اليوم فرح عظيم في السماء وعلى الأرض، رعية هاي المنطقة كلها اليوم بتبتهج فرح، لأنه اليوم عيد الكنيسة، عيد دخول السيد للهيكل وعيد سمعان الشيخ. تعرفوا أبنائي هاي الكنيسة إلها ثلاث هياكل، يعني لما دشنت بثلاث هياكل، الهيكل الرئيسي اللي هو نحن أمامه ونحن منسوي الذبيحة اليوم عليه هو لدخول السيد للهيكل، وعشان هيك عنا إيكونة دخول السيد للهيكل هون وهو الكنيسة الرئيسية. ولكن كمان عنا من هذيك الجهة هيكل آخر، وهذاك الهيكل هو للقديس سمعان القابل الإله، فاللي اليوم عيده ومنحتفل بعيده هو والقديسة حنة النبية اللي سمعنا عنها بإنجيل اليوم. ومن الجهة هذيك في هيكل آخر اللي هو للقديس ثيوذروس على اسم غبطة البطرك ثيوذروس المرحوم اللي بنى هاي الكنيسة المقدسة. عشان هيك في هاي الكنيسة في عنا الرئيسي دخول السيد للهيكل، ولكن عنا من هناك سمعان الشيخ ومن هون القديس ثيوذروس. كل سنة وانتم سالمين أبنائي. تعرفوا اليوم روحيا في بهجة كبيرة، وانتم كلكم اللي بتيجوا بتصلي في كنيسة الصوفية بهاي الكنيسة بكنيسة دخول السيد للهيكل، يعني أنتوا أبناء الرعية اليوم في إلكم بيكون هدية من ربنا بشفاعة أمنا العذراء والطفل الإلهي يسوع اللي قدم للهيكل. وهاي الرابطة الروحية اللي بتربطكم أنتوا مع الكنيسة في هاي الأيام لعيد وداع، لأنه نحن بضل عنا العيد لأسبوع ومنودع العيد السيدي بعد أسبوع، فأنتوا طول هاي الفترة دائما صلوا واطلبوا، وكل طلباتكم ما هو لصالحكم ربنا رح يعطيها إياكم بشفاعة شفعاء الكنيسة وكنيستكم اللي هي بتحتفل اليوم. وهاي هي العلاقة والرابط الروحية اللي بتجمعكم أنتوا مع أبناء، أنتوا أبناء الكنيسة مع الكنيسة اللي هي كنيستكم. أبنائي كل سنة وانتو سالمين لكل واحد ووحدة منكم. بتمنى لكم نعمة ربنا تكون غزيرة، تعطيكم ما هو صالح لحياتكم المعيشية وخلاص نفسكم روحيا. Oh, Father.
الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، واحتفاء بميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، أقيم في كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس بالمفرق احتفال وطني حضره عطوفة المحافظ ياسر العدوان وعدد من المسؤولين ورجال دين مسيحيين ومسلمين وشخصيات رسمية وشعبية. وفي الاحتفال رحب قدس الأب ديمتريوس السماوي راعي الكنيسة بهذا الجمع الطيب الذي يضم كافة أطياف المجتمع الأردني، كما ألقى محافظ المفرق ومفتي المحافظة ورئيس تجمع المتقاعدين العسكريين كلمات أكدوا فيها أن الأردن بقيادته الهاشمية نموذج حي على الوئام بين الأديان، إذ أن هذا الأسبوع هو نتاج هاشمي خالص، وأن المثال الصادق في الأخوة الإسلامية المسيحية نجده بجلالة الملك عبد الله الثاني. كما قدمت جوقة الكنيسة خلال الاحتفال مجموعة من التراتيل تلاها تقديم فيلم وثائقي عن مولد وحياة جلالة الملك عبد الله الثاني. وفي الختام سلم قدس الأب سماوي الدروع التكريمية لمستحقيها. هذه الاحتفالات اللي كانت اليوم تحت رعاية عطوفة المحافظ المفرق ياسر العدوان، وكذلك المجلس الأمني في المفرق كان موجود معنا وعدد من المشايخ وكذلك مفتي المفرق، كان احتفال داخل الأسرة الواحدة في المفرق في داخل قاعة كنيسة الروم أرثوذكس. الاحتفال اشتمل على عدة فقرات، في البداية كان السلام ملكي، كان بعدين مجموعة من الكلمات لعطوفة المحافظ، وكذلك كلمة إلي، وكذلك كلمة لرئيس التجمع المتقاعدين العسكريين دكتور إبراهيم، وكذلك كلمة كانت لمفتي المفرق دكتور أحمد الخطيب. بعد هيك كان في عنا عدد من التراتيل قامت فيها جوقة رقاد السيدة، ثم كان في دعاء لجلالة الملك عبد الله الثاني، ربنا يحفظه ويباركه ويمد في عمره ويعطيه السعة والسلامة حتى يرعى هاي البلاد ويرسلها دائما إلى بر الأمان وشط الأمان. بعد هيك كان في عنا تسليم بعض الدروع للذين كان لهم مساهم بالاحتفال، لعطوفة المحافظ وأيضا للرئيس التجمع وكذلك المفتي. هذا أجمل ما كان حدث هذا اليوم، وأكيد شكر كبير وعميق للنور سات اللي دائما بتكون معنا في احتفالاتنا في المفرق في كنيسة رقاد السيدة. كل الشكر والتقدير للنور سات، وخاصة لرئيس القناة في الأردن الدكتورة باسمة السمعان. هذا اليوم من أيام الأردنيين، أيام الوفاء والمحبة والولاء لسيدنا وللقائد، ويوم كمان من أيام العرفان والجميل لأخواننا المتقاعدين، وخصوصا في دور من بيوت الله عز وجل كان الكنيسة أو الجامع. وهذه الكنيسة اللي هي أول ما أقامت في المفرق في نهاية الأربعينيات، وكانت هي الجامع والحاضر لكل مناسبة وطنية، واليوم احنا مشاركين في المحبة والسلام والأخاء والأخوة والتراس اللي عودونا عليه الهاشميين، وإن شاء الله أنه نعيد على الوطن وعلى سيدنا كل ليلة في مثل هالمناسبات في مثل هيك مواقع. نشكر ربنا، كان احتفال رائع بالفقرات تبعونه، احتوت على مجموعة من الكلمات لعطوفة محافظ المفرق راعي حفلنا لهذا اليوم، وكلمة لقدس الأب ديمتريوس السماوي تحدث فيها عن المقدسات المسيحية والإسلامية اللي نقلنا فيها لاهتمام الهاشميين بهاي المقدسات، واللي احنا بنفخر بهاي الوصاية الهاشميين على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية. كمان كان في عنا كلمة للواء الركن المتقاعد إبراهيم جدفات الدكتور، حكى فيها عن المحاربين القدامى وعن جيشنا العربي وعن الخدمة بالجيش العربي، والصحيح اللي احنا بنفتخر كثير فيه بهذا الجيش اللي هو نيشان على صدورنا معلق. كمان كان في عنا كلمة للمفتي، مفتي المفرق، وهو مفتي كل أهالي المفرق الصحيح مش بس المسلمين، لا أخلاقه العالية والنبيلة اللي احنا بنحترمها ومنقدرها جدا. كان في عنا مجموعة من التراتيل قدمتها جوقة رقاد السيدة العذراء، وتبعها دعاء لجلالة الملك. هذا الدعاء اللي احنا صار بالنسبة لنا هو عنوان لا يمكن يخلو احتفال منا إلا بذكره، لأنه الكنيسة علمتنا دائما أنه من أجل ملوكنا الحسني العبادة إلى الرب نطلب، فإحنا دائما بنصلي لهم ودائما بنذكرهم بصلواتنا. لهيك هذا الدعاء هو شيء نابع من قلبنا، بنطلب فيه دائما من ربنا أنه يحفظ جلالة ملكنا ويديمه على هالبلد وفوق روسنا.
زار سعادة سفير دولة البوسنة والهرسك ماتو زيكو والوفد المرافق دار مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان، حيث التقى سعادته بسيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس وعدد من الآباء الكهنة وشخصيات رسمية وأكاديمية. وقد عبر السفير البوسني عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين الأردن والبوسنة والهرسك، لافتا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية في بلاده تقوم بدور هام في رعايتها لأبنائها، موجها الدعوة لسيادة المطران لزيارة دولة البوسنة والهرسك. ومن جانبه رحب المطران خريستوفوروس بهذه الزيارة الكريمة، مشيرا إلى أن سبل التعاون متاحة في أي وقت بين الكنيسة والسفارة، مبينا أيضا أن مثل هذه الزيارة هي أنموذج في عيش المحبة والأخوة بين الأردن ودول العالم. نظم المركز الأردني لبحوث التعايش الديني بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الورشة التدريبية الأولى التي تمكن فئة المعاقين من المشاركة السياسية في العملية الانتخابية القادمة. وتهدف هذه الورشة التي ستنتقل إلى كافة محافظات المملكة إلى تحفيز الأشخاص من ذوي الإعاقة على الاقتراع وانتخاب المرشح القدير والمناسب. وقد شارك في أعمال الورشة التي حضرها عدد من المهتمين قدس الأبنبي الحداد مدير مركز التعايش، والناشط الحقوقي والسياسي الدكتور حمدي مراد، والآنسة آسيا ياغي من المركز الوطني لحقوق الإنسان. إيمانا منا بدورنا في مجتمعنا العزيز الطيب، جئنا اليوم لكي نعقد هذه الورشة الأولى، الورشة التدريبية الأولى التي يقيمها مركز تعايش الذي أتشرف بإدارته، للاهتمام بفئة عزيزة علينا، فئة نحبها، وهي فئة إخوتنا وأخواتنا ذوي الإعاقة. وموضوع هذه الورشة هو التدريب على المشاركة السياسية من قبلهم في العملية الانتخابية. نقيم هذه الورشة التي ستنتقل إلى العديد من مناطق المملكة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مناسبة أن أجدد لهذا المجلس ممثلا برئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد ولهذا الطاقم على التعاون الذي أبدوه معنا في تيسير هذه المبادرة التي نقوم بها، إيمانا منا بأن هذا الإنسان الذي خلق على صورة الله كمثاله يستحق حقه أن يمارس هذه الميزة، ميزة المواطن بالتعبير عن إرادته، كما أن هذه الممارسة هي واجب يدفع إخوتنا ذوي الإعاقة للقيام بها من أجل مجتمع، هذا المجتمع غايته تحقيق الخيور العامة في الوطن. تأتي هذه الورشة بناء على نشاط من المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الذي أتشرف بزمالة تأسيسه مع أخي الأب نبيل حداد والعبد الفقير، وهذا النشاط أيضا يأتي بالمشاركة مع المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعاقين. وهذا النشاط طبعا، ونحن نحيي سيدي صاحب السمو الأمير مرعد الذي أيضا يرعى هذه النشاطات ويرعى هذا العطاء الإنساني في وطننا الحبيب بقيادة سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. إذن اليوم هي ورشة تدريبية تشارك أيضا فيها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من أجل هذا التدريب الذي ينهض بحقوق وواجبات الأخ والأخت ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين الذين نعتبر دورهم أساسي في المجتمع لا يقل عن أي مواطن في هذا الوطن، وأن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم التي نادى بها دستورنا الأردني الذي تحدث عن ذلك بتفصيل لحقوقهم وواجباتهم،
وكذلك في العملية السياسية التي يظن البعض أنهم ربما غير معنيين هم بها، لا بالعكس، هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، فمشاركتهم السياسية والانتخابية في العملية الديمقراطية والتنمية السياسية في الوطن تعد جزءا لا يتجزأ من حقهم وحق الوطن عليهم وحقهم على الوطن. عن اليوم التدريب عن المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا إشي بصراحة هو صح من التدريبات النادرة لكن إيجابية، لأنها بتأثر تأثير إيجابي مباشر على ذوي الإعاقة، لأنه معظم التدريبات اللي بتتعلق بالمشاركة السياسية ما بتكون لذوي الإعاقة، وهذا إن شاء الله رح يحفز عدد كبير من ذوي الإعاقة سواء كان للذهاب للإقتراع أو إنهم يترشحوا إذا في أحدا يعني إنه على مقدرة من إنه يترشح وينزل على الانتخابات، وأنا بعتقد إنه موجود حتى في الأقاليم. وهذا التدريب ما حيكون بس على نطاق عمان، بإذن الله تعالى هيكون في الشمال وفي الجنوب، وإن شاء الله يكون يعني تأثيره زي ما قلت في البداية إيجابي. احتفلت شبيبة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية بالعاصمة عمان بعيد الكنيسة وعيد الشبيبة ومرور 30 عاما على تأسيس الكنيسة والشبيبة معا. وقال الأب الروحي للشبيبة الدكتور إبراهيم دبور إن هذا العيد هو عيد المحبة وإعلان البشارة للأمم والعالم كله. وقد جرى خلال الاحتفال استعراض نشاطات الشبيبة والتعريف بإنجازاتهم لعام 2019. وفي الختام تم قطع كعكة العيد وسط فرحة وبهجة الحضور. عيد دخول السيد الهيكل يعني عيد اللقاء، عيد المحبة، عيد إعلان البشارة للأمم ولليهود وإعلان البشارة للعالم كله، وبتسمى عيد الفرح كمان. وإحنا شبيبتنا تأسست من 30 سنة مع تأسيس الكنيسة، ومنهم صار تزوجوا، منهم سافروا، بيجي شباب جداد، لكن هدفنا الأول هو خدمة الكنيسة وخدمة أنفسنا من قبل الرب، والتعلق بالكنيسة والتعلق بالرب مع بعضنا البعض، ونقدر إحنا نعنو كلنا ثقة بأنه زي ما ربنا وعد سمعان الشيخ بأن لا يموت إلا أن يرى الخلاص، نحن رأينا الخلاص وكنا ثقة بوعد الله أنه إحنا بدنا نكون أبناء للملكوت. اليوم طبعاً العام 27 على تأسيس الشبيبة، اليوم كان الاحتفال شوي مختلف عن كل سنة. إحنا كان في صلاة الصبح أخذنا بركة من أبونا، وبعديها كان في فطور بالنادي الأرثوذكسي، دعينا عليه اعضاء الشبيبه الفعالين واللي دائما بيكونوا موجودين وحاضرين، بالاضافه للداعمين اللي دائما بيكونوا موجودين معنا على مدار السنه. تم بهذا النشاط عرض للانجازات اللي تمت خلال العام 2019 وتعريف اكثر بالشبيبه، وقطعنا مع بعض كعكه الشبيبه، وكل سنه وانتم سالمين وإن شاء الله دائماً بتكونوا موجودين معنا. نشكر نورسات، نشكر كل الداعمين لإلنا، وكل سنة وإنتوا سالمين. للعام الخامس على التوالي أقيم في منطقة الشون الجنوبية بالأغوار الوسطى مهرجان الخبيزة الذي ضم مجموعة كبيرة من الفعاليات الزراعية بتنظيم من جمعية أبناء الوادي ومشاركة العديد من الجمعيات الخيرية في المملكة، حيث تضمن المهرجان العديد من الفعاليات التسويقية والإنتاجية والحرفية التي تسهم باستقطاب الزوار الباحثين عن الدفء والترفيه في مناطق الأغوار. ويقول السيد محمد عطية منظم مهرجان الخبيزة إن التنوع في الفعاليات وتسليط الضوء على منتجات الغور الطبيعية والبعلية من شأنها أن تزيد من الوعي العام بأهمية استغلال تلك المنتجات وتنشيط السياحة الداخلية والوافدة التي يعمل المهرجان على تشجيعها وتوسيع رقعتها. هذا المهرجان الذي نحتفل بافتتاح دورته الخامسة في هذا اليوم هو المهرجان السنوي الخامس للخبيزة، والخبيزة هي اسم رمز اخترناه لبركة هذه النبتة ولتوفرها ولفوائدها الغذائية والصحية، لكن هو مهرجان شامل لكل منتجات الأرض، منتجات وادي الأردن الذي يعتبر سلة الغذاء للأردن وما بعد الأردن منذ سنوات عديدة، فهو لجميع المنتجات النباتية والحيوانية، وخاصة تركيز أيضا على منتجات ربات البيوت حتى نساعد هذه ربات البيوت ب
أن يكون لديها مصدر دخل إضافي بتسويق منتجاتها البيتية. ركز على موضوع آخر كمان حضرني، وهو التشبيك والتعاون والتنسيق مع أهلنا في غرب النهر. إحنا اليوم عندنا وجود بوفد كبير موسع من أهالينا في أريحة، عندنا ممثلين من البلدية، عندنا ممثلين من القطاع الزراعي، عندنا ممثلين من القطاع العسكري التدريب، عندنا عدة ممثلين مواطنين من قطاع السياحة، عندنا عدة مواطنين من أريحة. فهذه هي عناصر المهرجان الأساسية: المواد البيئية الزراعية الصحية الطازجة أن تتوفر للمستهلك مباشرة من المنتج، وبهذا تختصر المسافات التسويقية وتختصر الكلف، مما يوفر بضائع جيدة وطازجة بأسعار معقولة للمستهلكين وبفائدة أكبر للمنتجين. يعني حدث رائع وجيد ونافذة تسويقية للمنتجات الزراعية العضوية زائد النباتات البرية الطبيعية، اللي واقعيا هي تعود بنا في الذاكرة إلى التاريخ عندما كنا نعتمد على هاي المنتجات البرية في الغذاء والدواء أيضا، ولا تزال هاي الأهمية موجودة. وإحنا واقع الحال يعني في وزارة الزراعة نشكر الجمعيات الخيرية والتعاونية والمجتمع المحلي على المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على المنتج الزراعي العضوي، وبنفس الوقت لتسويق منتجات بنات وأبناء الريف والحرف اليدوية، ولهم طبعا كل الشكر. ونتمنى لهذا المهرجان أن يعود بالفائدة على جميع مرتاديه، خصوصا كمان أنه يوجد مرافق ونشاطات ترفيهية في منطقة مثل منطقة البحر الميت وغور الأردن في هذه الوقت من السنة، قد يكون فرصة جيدة لأهلنا في عمان أنهم يرتادوا هذا المهرجان ويساعدوا أيضا في تسويق المنتجات للنساء الريفيات في هذه المنطقة. أنا هاي المرة الأولى اللي بزور فيها مهرجان الخبيزة، وحقيقة المهرجان رائع لعدة أسباب. أولا موقع المهرجان له علاقة بمنطقة تراثية وحلوة جدا، لأنه داخل مزرعة، وزي ما بتشوف كمان حتى الإطار المعماري بغاية الجمال. اثنين، بهذا المهرجان بيشجع الحرفيين وخاصة السيدات اللي عندهم مواهب وحرف أنهم يلتقوا في هذا المهرجان ويعرضوا منتجاتهم، وبالتالي بيصير في بينهم تشبيك، وهذا التشبيك ممكن يساعدهم بتطوير المنتج والتسويق. وأعتقد هذا اللي إحنا دائما بنحكي عنه في الأردن، إنه إحنا بحاجة لزيادة ورفع الكفاءات للسيدات لإخراط خرطهم بسوق العمل. وأعتقد هذا المهرجان بصب بذات الهدف، وخاصة إنه مهرجان تراثي وجميل واسمه بغاية الجمال مهرجان الخبيزة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. وفد بطريركية القدس يزور البطريرك المسكوني في القسطنطينية قبيل لقاء عمان. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد دخول السيد إلى الهيكل. البطريرك فؤاد طوال يرعى لقاء اتحاد الرهبنيات في الأردن. حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.